عشرة للهجرة، وما إن استتب له أمر الملك وانقادت له البلاد شرقا وغربا، حتى أخذ يتناهى إلى سمعه القول ببروز نجم الإمام الجواد عليه السلام واستقطابه لجماهير الأمة وأخذه بزمام المبادرة شيئا فشيئا. وعلى أساس ذلك قرر المعتصم العباسي وبمشورة مستشاريه ووزرائه أن يبعث بكتاب إلى واليه على المدينة المنورة محمد بن عبد الملك الزياد في عام 219 للهجرة بحمل الإمام الجواد عليه السلام وزوجته أم الفضل بكل إكرام وإجلال وعلى أحسن موكب إلى بغداد. فلم يكن بد للإمام عليه السلام من الاستجابة لهذا الاستدعاء الذي يشم منه الإجبار والإكراه، وقد أحس عليه السلام بأن رحلته هذه هي الأخيرة. مثلث اغتيال الإمام الجواد عليه السلام تمثل في زوجته أم الفضل، وهي بنت المأمون، وهي المباشر الأول، قدمت للإمام عنبا مسموما، وتمثل أيضا في أخيها جعفر. والمدبر والمساعد لهم على هذا الأمر هو المعتصم ابن هارون. من وصايا الإمام الجواد عليه السلام: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء.